انشقاقات كبيرة بين صفوف داعش في الموصل، والحشد الشعبي يستعد لانطلاق المرحلة السادسة من عمليات تحرير المحور الغربي. البرلمان يصوت على قانون مجلس القضاء، والنيابية العشائرية تعلن مضيها بإقرار قانون القبائل. دولة القانون والأحرار يتبادلان الاتهامات في جلسة استجواب التميمي، وانتقادات بعدم جدوى نقاط التفتيش في بغداد. البنك المركزي متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي في العراق، ويرجح الحصول على 18 مليار دولار كقروض. مساء الخير، أهلا بكم إلى التفاصيل من المدى. حررت القوات المشتركة حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها. قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الأمير رشيد يار الله ذكر أن قوات الرد السريع والفرقة الخامسة شرطة اتحادية تمكنت ظهر اليوم من تحرير حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها. وأضاف يار الله أن العمليات العسكرية كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. تمكنت قوات الحشد الشعبي من تحرير قرى الحجف والحبانية والتل في مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش. مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحشد الشعبي حرر هذه القرى بالكامل من سيطرة التنظيم، وذلك تمهيدا لانطلاق الصفحة السادسة من عمليات تحرير الموصل، لافتا إلى أنه تم العثور على منظومة اتصالات تابعة لداعش في إحدى هذه القرى، بالإضافة إلى تمكنها من تفجير سيارتين مفخختين داخل قرية الحجف المحررة جنوب ناحية تل عبطة. أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري قرب انطلاق المرحلة السادسة من المحور الغربي لمدينة الموصل لتحرير تل عفر، وفيما بين أن وجهة الحشد لم تحدد إلى الآن. البصري ذكر أن المرحلة السادسة لعمليات التحرير في الجانب الغربي للموصل ستنطلق قريبا وبانتظار ساعة الصفر لانطلاقها، مشيرا إلى أن قيادات الحشد لم تعلن إلى الآن عن وجهة القطعات لأن هنالك ثلاث مناطق، فأما ستكون في القيروان أو البعاج أو تستهدف الحضر أو تل عفر. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى الخميس بوجود انشقاقات كبيرة بين مجاميع داعش الأجانب والعرب في مدينة الموصل. المصادر أشارت إلى أن التنظيم شهد في الآونة الأخيرة انشقاقات كبيرة بين عناصره الأجانب والعرب بسبب قلة الأموال والخسائر التي تلقوها في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، لافتة إلى أن الانشقاقات أدت إلى حدوث اقتتال بينهما وانسحاب بعضهم خارج الموصل، بالإضافة إلى ضعف قوة عناصر داعش في مواجهة القوات الأمنية العراقية المشتركة. رجح وزير الدفاع الأمريكي جون كارتر احتفاظ واشنطن بتواجد عسكري في العراق بعد هزيمة داعش بموافقة بغداد، عزيا ذلك لخطر التنظيم على الأمن العراقي والإقليمي حتى بعد دحره بالموصل. كارتر أشار إلى أن تنظيم داعش قد يبقى يشكل تهديدا للأمن العراقي والإقليمي حتى بعد القضاء عليه في معقله الأخير بمدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، مؤكدا أن قرار الاحتفاظ بتواجد جزء من القوات الأمريكية في العراق سيكون منوطا بالحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي، عدا أن تعزيز الأمن في العراق يتطلب وقتا حتى بعد تحرير الموصل وهزيمة تنظيم داعش فيها، إذ ستكون هناك مدن وقرى أخرى في العراق يتطلب تعزيز الأمن فيها أكثر مع ضرورة الشروع بإعادة الإعمار والاستقرار فيها. وبهذا الخصوص ينضم إلينا عبر الهاتف قائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. مرحبا بك بسيادة الفريق. مرحبا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذن ما زالت القوات الأمنية المشتركة تحرر الأحياء في الجانب الأيسر من الموصل، متى يتم تحرير أحياء الساحل الأيسر بالكامل؟ يعني إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة سيتم تحرير ما تبقى من الأحياء، وهي أحياء قليلة أعدادها لا تتجاوز كثيرا أقل من 10 أحياء بقيت،
سيتم تطهيرها قريبا جدا ان شاء الله. طيب، ما هو العائق الآن أو ما هي الصعوبات التي تؤخر أو تعرقل التقدم أو السيطرة الكاملة على الساحل الأيسر في مدينة الموصل؟ هل هناك ضعف مثلا في الدعم الدولي واللوجستي للقوات المقاتلة في عمليات التحرير؟ أبدا، العملية مستمرة، وخاصة خلال الأيام الماضية تم تحرير كثير من الأحياء، تم تحرير حدود 7 إلى 8 من أحياء، وكذلك العملية مستمرة، لا يوجد أي معوقات ولا يوجد أي تخييف. نحن قلناها أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، عائقنا الوحيد والتحدي الأكبر هو المدنيين المتواجدين والحفاظ عليهم، أكثر من هذا لا يوجد أي تحدي. طيب، يعني هناك أنباء عن استخدام عناصر داعش الإرهابية، ربما أسلحة حديثة أو حتى عبوات وألغام جديدة يصفونها بأنها شديدة الحساسية والخطورة، يعني هل هذا الأمر بالفعل موجود في الميدان؟ أبدا، هذه معلومات يا إغراض الدعاية، يعني تهويل لإمكانية داعش، كما حدث وتكلموا كثيرا عن الأنفاق وعن الأسلحة الكيميائية وعن كثيرا استخدم، ممكن أنه الطائرات المسيرة، أنه تلقي قنابل صغيرة في الحجم من الأعلى، وتم إسقاط كثير من هذه الطائرات. ليس أبدا، ليس هناك أي مقاومة أو أسلحة جديدة بالنسبة إلى مجاميع داعش. طيب، فيما يتعلق بقية المحاور وبالتحديد المحور الغربي من عمليات تحرير الموصل، كيف هي العمليات العسكرية الآن؟ وأيضا في الساحل الأيمن، هل ستنطلق العمليات قريبا أم لا؟ يعني بالتأكيد هناك خطة موضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة، عندما ينتهي الساحل الأيسر أكيد بالتأكيد ستبدأ عمليات الساحل الأيمن، قطاعات المحور الغربي، قطاعات الحشد الشعبي تتقدم وتكبد مجاميع داعش خسائر كبيرة وتقطع الطريق للهروب. العمليات مستمرة في كل المحاور، نجاح أي محور هو ينعكس نعم، إيجابا على بقية المحاور الأخرى. أشكرك قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق ركن عبد الوهاب الساعدي، شكرا جزيلا لك. دمرت شرطة ديالى 3 مضافات لتنظيم داعش في عملية نوعية جرت في منطقة حاول عظيم شمالي بعقوبة. وقال قائد الشرطة اللواء ركن جاسم السعدي إن قوة أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية في الجانب الشرقي لحاول عظيم من معبر النعمان صعودا إلى قرية أبو بكر لتشمل مناطق الطالعة الأولى والثانية وقرى الوحدة والبوخيال. أسفرت عن ضبط وتدمير 3 مضافات وتفكيك 5 عبوات ناسفة، مبينا أن العملية تم تنفيذها ضمن جهود شرطة ديالى لمنع عناصر داعش الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة لهم في هذه المناطق. بعد أن كان قانون مجلس القضاء الأعلى حبيس أدراج البرلمان منذ سنوات تم التصويت عليه داخل مجلس النواب بالأغلبية، هذا القانون تضمن الفصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتبني شؤون القضاء بما يتعلق بالتعيين في المحكمة في أعضاء محكمة التمييز والمحاكم الاستئنافية. الفصل بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتبني شؤونهم بما يتعلق بالتعيين أعضاء محكمة التمييز والمحاكم الاستئنافية هو أبرز ما تضمنه مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى الذي تم التصويت عليه بالأغلبية بعد أن كان القانون حبيس أدراج البرلمان منذ سنوات بسبب الخلافات السياسية. اليوم فصل مجلس القضاء وما يتعلق بمجلس القضاء على المحكمة الاتحادية أيضا في ضمن هذا القانون، ويتبنى هذا القانون شؤون كل القضاة فيما يتعلق القضاة وتعيين أعضاء محكمة التمييز والمحاكم الاستئنافية وإدارة شؤون القضاء بصورة عامة، واعتبر كان أحدى المنجزات المهمة في اللجنة القانونية. وتضمن القانون تحديد أعداد القضاة بالنسبة للهيكلية ما بين 6 إلى 7 وبحسب الأولوية.
تحديد أعداد مجلس القضاء يعني بالنسبة للهيكلية كالإدعاء العام والإشراف القضائي اللي تابع لمجلس القضاء. بالنسبة لتحديد الأعداد يعني أعداد مجلس القضاء أنه يكونون بحيث حسب الأولوية، أنه هناك 7 و6 حسب هيئة التمييز والهيئات التابعة لمجلس القضاء. وأكدت اللجنة القانونية سعيها لإكمال إنجاز قانون المحكمة الاتحادية تمهيدا لعرضه للتصويت خلال الأسابيع المقبلة. كلجنة قانونية كان استراتيجيتنا أن نقوم بإصلاحات جذرية في موضوع السلطة القضائية، وقمنا يعني سواء في قانون الإشراف القضائي وقانون الإدعاء العام الذي أنجزناه سابقا، واليوم قانون مجلس القضاء الأعلى، وإن شاء الله سوف ننجز قانون المحكمة الاتحادية. إذن يفتتح مجلس النواب في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني ملف التشريع بالتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، لتبقى الجلسات القادمة بانتظار القوانين الأخرى. من بغداد، صالح الطيب، المدى. هذا وقرر مجلس النواب رفع جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني إلى يوم الأحد المقبل بعد التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى. مصدر نيابي ذكر أن الجلسة شهدت التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى والقراءة الأولى لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم، بالإضافة إلى التصويت على القراءة الأولى لقانون الانتخابات لمجالس المحافظات وقراءة أولى لقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتأجيل قانون العفو والخدمة المدنية. من جديد، يعود مشهد الاستجوابات النيابية إلى واجهة جلسات مجلس النواب، حيث تم استكمال الإجراءات لاستجواب عدد من المسؤولين في الحكومة الحالية في ظل مخاوف لدى البعض من الجهات المتبنية لهذه الاستجوابات كونها تسعى إلى ضعف الحكومة وشل حركتها. وافق مجلس النواب على الطلبات المقدمة لاستجواب كل من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ووزيري الصحة والزراعة، ورد طلب استجواب المفوضية العليا للانتخابات كونه غير مستوف للشروط والإجراءات الشكلية ولم يشتمل على البيانات والوقائع، ولم يحدد البرلمان مواعيد لهذه الاستجوابات. هناك بعض الاعتراضات من بعض الأخوة أعضاء مجلس النواب، لم تظهر أسماءهم في الاستجواب، لذلك الأيام القادمة سوف تدقق جميع من قدم طلب استجواب حتى يتم عرض جدول بالتوقيتات الزمنية ويأخذ مجلس النواب دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع. وتستمر اللجنة المشكلة لتدقيق طلبات الاستجوابات بمراجعة طلبات أخرى تتضمن ملفات استجواب أمينة بغداد ووزراء الخارجية والتجارة والتربية. هنالك دراسة هذا الاستجواب من الناحية القانونية تحال إلى المستشار القانوني، وكذلك هنالك لجنة شكلت من قبل هيئة الرئاسة لدراسة كل الاستجوابات المقدمة، لأن هنالك أكثر من 4 استجوابات حالية الآن مطروحة داخل قبة البرلمان، وهي تحتاج إلى استجواب إلى دراستها بشكل مستفيض حتى يعرف هذا الاستجواب فعلا هو استجواب مهني مبني على أسس قانونية للاستجواب، وهنالك خلل موجود في هذه الوزارات من أجل تقويمها وليس للتسقيط في هذه الوزارات. يتخوف البعض من الجهات المتبنية لهذه الاستجوابات كونها تسعى إلى إضعاف الحكومة وشل حركتها من خلال محاولتها خلط الأوراق بين الكتل السياسية لتستفد من الفوضى التي ستعم بعد الإطاحة بنصف الوزراء والتي تعجز الكتل السياسية من الاتفاق بشأن بدلائهم. من بغداد، محمد صباح، المدى. أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي أن المبلغ الذي طالبت به المفوضية المستقلة للانتخابات والبالغ 630 مليون دولار لاستكمال استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو مبلغ مرتفع جدا ومبالغ فيه. الهلالي ذكرت أن مفوضية الانتخابات لم يصلها حتى الآن أي مبلغ مالي للاستعداد بغية إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينة أن الموعد النهائي للانتخابات لم يحسم بشكل نهائي نتيجة لوجود تقاطعات ما بين من يرغب بإجرائها في موعدها المحدد بشهر نيسان المقبل والآخر الذي يريدها في 30 أيلول المقبل، لافتة إلى أن استكمال القانون بشكله النهائي ضمن اللجنة بغية عرضه للتصويت داخل مجلس النواب قد يحتاج إلى شهر كامل.
أكدت لجنة العشائر النيابية مضيها في إقرار قانون العشائر والقبائل خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن المخاوف بشأن القانون غير مبررة. عضو اللجنة محمد الصيهود أشار إلى أن المخاوف لدى بعض النواب بشأن تمرير قانون القبائل والعشائر أمر غير مبرر، مؤكدا أن لجنته ماضية على تمرير القانون وعلى الكتل الأخرى لا تقف بالضد منه. وأضاف أن قانون القبائل والعشائر من القوانين المهمة، وهو ينظم عمل العشائر ولا يترتب عليه أي تبعات مالية، لافتا إلى أن العشائر لا تريد أخذ مكان أحد، وهي داعمة للأجهزة الأمنية في حل النزاعات العشائرية. مشادات كلامية واستعراض بين الأحزاب شهدتها جلسة مجلس محافظة بغداد التي خصصت لاستجواب المحافظ علي التميمي في ظل اتهامات متبادلة بين ائتلاف دولة القانون الراعية للاستجواب وكتلة الأحرار التي ينتمي إليها التميمي. نتابع. جلسة مجلس محافظة بغداد التي خصصت لاستجواب المحافظ علي التميمي انتهت بمشادات كلامية واستعراض بين الأحزاب وتأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل. فدولة القانون الذي تبنى الاستجواب اتهم التميمي وكتلته بحرف مسار الجلسة والهروب من الاتهامات الموجهة إليه التي تتعلق بملفات فساد مالي وإداري. يعني هناك تغيير في مواصفات المشاريع لعله تتضمن خلل كبير في هذه المواصفة، وكذلك تترتب عليها مخالفات مالية، هناك أموال لعله تنتج نتيجة لهذا التغيير، هناك أغراض من هذا التغيير في هذه المواصفات، بالإضافة إلى هناك مشاريع أخرى كثيرة في الواقع لن نتمكن من طرحها بسبب خلق جو غير مناسب لهذا الاستجواب، وإحنا نرفض حقيقة هذا التسييس لهذه المسألة وانحراف الجلسة بهذا الشكل. المشكلة والإشكال القانوني أصبح أنه المستجوب هو في لجان التحليل والعطاء، يعني مسؤول النزاهة ومسؤول على إشراف المتابعة، وبالتالي هذا إشكال قانوني أن يكون المستجوب بعيد عن هذه الدائرة، لأنه لا يصح أنه القاضي نفسه هو نفسه الذي يعني عليه اتهام بموضوع المشاريع إذا كان مشكلة في أحد المشاريع. مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستجواب اتجه المحافظ إلى عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه بلغة الانتقاد والامتعاض من طريقة الاستجواب، مشيرا إلى أنه كشف خلال الاستجواب عن فروق مالية عادت إلى خزينة الدولة تقدر بعشرين مليار دينار. اليوم احنا عندنا وثائقنا، اكو فساد مالي، هذا الملف الأول طلعت لهم فرق 20 مليار دينار عراقي، وراح يشوفون بالأسئلة الباقية شلون راح أسوي، يعني أنا أعدتكم بمفاجآت، وحقيقة اليوم ما تطرقت إلا فد موضوع بسيط أشرت له وردت أتحدث منه لكن ما خلوني. اليوم إذا تسأل بحسابات سياسية، هذا مجلس محافظة ما له علاقة، تسأل هذا السؤال لمجلس المحافظة، اليوم أنا وفريقي كان جاهز. مجلس المحافظة بدوره أكد أنه سيتجه إلى مجلس شورى الدولة لتحديد الأطر القانونية التي يجب اتباعها في الاستجواب المقبل لحساسية الموقف، خصوصا وإن المحافظة متهمة بقضايا فساد إداري ومالي في مشاريع أنجزتها خلال المدة الماضية. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ناظم السعدي الانتشار العسكري والسيطرات الأمنية لن يسمان بإيقاف العمليات الإرهابية، وفيما أشار إلى وجود خلل بدعم الجهد الاستخباري. السعدي ذكر أن أي خطة أمنية يتم تطبيقها وتعتمد على الانتشار في الشارع والسيطرات فهي مستهلكة ولن تنجح أو تحقق أي تقدم ملموس في الملف الأمني أو تستطيع إيقاف العمليات الإرهابية، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بمعلومات منقوصة ومتأخرة لا تسعفها بإيقاف العمليات الإرهابية أو القبض على الإرهابيين قبل تحركهم لتنفيذ جرائمهم، داعيا إلى إيجاد المصادر وزرعها داخل المجاميع الإرهابية وشراء المعلومة هي الحل الأمثل لضرب الإرهابيين في أوكارهم والقضاء عليهم. كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن حجم الأموال المرصودة لمؤتمر حوار بغداد، مؤكدا أنها تقدر بأكثر من مليار دينار عراقي. الزاملي أشار إلى أن القائمين على المؤتمر حجزوا فندق الرشيد بالكامل لشخصيات مدانة بسقوط الموصل وعمليات فساد لحضور المؤتمر، مبينا أن حجم الأموال المرصودة تتجاوز المليار دينار عراقي للشخصيات المدعوة في فندق الرشيد.
لافتا إلى أن المقاتلين والحشد الشعبي والنازحين يعانون الأمرين في قتالهم لداعش، وهيئة رئاسة البرلمان تقيم مؤتمرات بملايين الدولارات. وأكد زميلي أن لجنته ستقاطع المؤتمر وتحيل الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي بتهم هدر المال العام. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي أن مؤتمر حوار بغداد المزمع عقده بعد أمس السبت لن يكون منصة للخطابات بل لوضع الرؤى لعراق ما بعد 13 عاما من التغيير. هذا المؤتمر لم يكن يعني دعوة لإلقاء خطر، وإنما طلبنا من كل جهة أن تضع رؤيتها لما بعد 13 سنة من التجربة الديمقراطية وما بعد الانتصار على داعش. وطلبنا من جامعة بغداد، هيئة الإعلام، هيئة شبكة الإعلام العراقي أن تبحث في مواضيع محددة، تأثير وسائل الإعلام على الرأي، وكيف استثمار الانتصار في خلق روحية جديدة عند الشعب العراقي. كذلك وجهنا خطاب إلى الوقف الشيعي والوقف السني، دور الخطاب الديني في موضوع التطرف أو في موضوع السلم أو في موضوع الثقة بالنفس. هذا واعتبر حمودي أن التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد هي محاولات من قبل داعش لقتل الانتصارات المتحققة في الموصل وبقية المناطق الأخرى من العراق. اليوم داعش تفر من مناطقها، داعش تفكر كيف تلملم نفسها، داعش ومن يقف مع داعش تفكر كيف تلملم أمرها، وكل مناطقنا الحمد لله من النجف والمثنى وكربلاء وبغداد وسامراء وغيرها وتكريت آمنة والحمد لله. الانفجارات الأخيرة هي نوع من الإشعار كما أشرت في بداية حديثي، يجب أن لا نشعر بالانتصار، لكننا في ضمن هذا المؤتمر مبنانا هو هذا المبنى، نحن منتصرون، كل العراقيين منتصرين، ليس طائفة وليس دولة دون شعب، كلنا شعب ودولة ومؤسسات انتصرنا، وعلينا أن نفكر بمستقبلنا. عدت وزارة التربية أن مقطع الفيديو الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود كتب منهجية في النفايات مفبركة، مبينة أن تلك الكتب قديمة وخارج المناهج الدراسية. المتحدث باسم الوزارة إبراهيم سبتي في حديث إلى المدى بريس ذكر أن مقطع الفيديو الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن وجود كتب منهجية في موقع نفايات خاص بمعمل ورق البصرة مفبرك، مشيرة إلى أن تلك الكتب قديمة ولم تعد ضمن المناهج الدراسية الحالية وتعود للعوام 2001 و2002 و2003. وأضاف سبتي أن الكتب حولت من مخازن تربية البصرة والمحافظات الأخرى إلى معمل الورق لتدويرها وإعادة الاستفادة منها بتحويلها إلى عجينة ورقية تمهيدا لاستعمالها في طباعة كتب جديدة. أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الأول الماضي 2016، مبينة في الوقت ذاته انخفاض التضخم السنوي بنسبة 0.7%. وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقت المدى بريس نسخة منه إن مؤشر التضخم السنوي ارتفع خلال شهر كانون الأول الماضي بنسبة 0.2%، موضحة أن الانخفاض في مؤشر التضخم السنوي جاء بسبب انخفاض أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7.1% وارتفاع أسعار قسم السكن بنسبة 3.5%. وبهذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهر الهنداوي. مساء الخير سيد عبد الزهر. مساء الخير لكم والمشاهدين. اهلا بك. اذا بيان الوزاره لم يفصل مؤشرات التضخم للشهر الماضي، هل بالامكان اطلاعنا سيد الكريم على ذلك بالتفصيل؟ نعم، هو في اطار مراجعه الوزاره خلال الجهاز المركزي للاحصاء لمؤشرات التنميه نعم. بنحو مستمر ودوري، هناك ملاحقه ومتابعه لمؤشر التضخم على اعتبار
يتضخم يمثل بارومتر حساس لقياس حالة وواقع الاقتصاد بنحو مستمر. لذلك هذا التقرير حقق درجة الوزارة على أقداره بنحو شهري منذ يعني سنوات، منذ عام 2008 تقريبا بدأنا بهذه المهمة، مهمة قراءة مؤشرات التضخم. يشير المؤشر اللي هو يتابع الأسعار والسلع والخدمات يعني في الأسواق في كل المحافظات، ولكن للأسف هناك ثلاث محافظات منذ سنتين لم يتم شمولها بهذا النسخ، نفس الأسعار اللي هي الأنبار ومنى وصلاح الدين. صلاح الدين ستدخل ربما بالشهر المقبل بعد ما تم تحريرها بسبب الظروف الأمنية. بشكل عام المؤشر يشير إلى حالة من الاستقرار في مؤشرات التضخم خلال يعني السنتين الأخيرتين، يعني 2015 و2016، يعني هناك ارتفاع تارة وانخفاض تارة، وبالنتيجة بين الانخفاض والارتفاع هناك مستوى شبه مستقر. وهذا الاستقرار طبعا ناتج من اولا وجود حالة من الاكتفاء ربما لدى المستهلك العراقي في كثير من القضايا والخدمات. في بداية الامر في سنوات سابقة، يعني نتحدث عن 2008 و2009، كان بالنسبة للارتفاع بالتضخم نسب مجنونة، يعني تقريبا جانحة 35 و30%، بدأت تستقر تنخفض نحو الاستقرار الى ان وصلت الآن إلى هذا المستوى، يعني أعلى معدلات الارتفاع خلال السنتين الماضيتين لم تتجاوز 3%. طيب. وبالحقيقة هذا مؤشر يشير إلى أن الاقتصاد العراقي يملك مقومات بشأن أن تساعد على الوقوف، يعني ليس ليس اقتصاد منهش، ولكن المشكلة أنه نواجه أزمة مالية وليس أزمة اقتصادية. اللي يعني اثرت على المشاريع الاستثماريه وعلى طيب يعني اذا في كل مستقر الى حد ما. في ضوء كل تلك المعطيات سيد الهنداوي، كيف تقرؤون كوزاره معنيه حقيقه بهذه القضيه انخفاض التضخم السنوي بنسبه 7 او 0.7%؟ نعم كما اشرت قبل قليل انه هذا دائما التضخم لا سيما السنوي في كل دول العالم هو يرتفع بصراحه. نعم. يعني اذا يعني تابعنا مؤشرات التضخم في دول العالم حتى الدول ذات الاقتصادات المستقره دائما تشهد حاله ارتفاع، لانه الارتفاع عاده يعني منطقي يتسبب من خلال او يتاثر بارتفاع اسعار بعض الاقسام المؤثره في حياه الناس، لا سيما قسم السكن مثلا والاغذيه، على اعتبار يعني هذان القسمان هما اكثر قربا والتصاقا بحياه الناس. ولكن اذا لاحظتم من خلال المؤشرات اللي يعني ذكرت في التقرير انه مؤشر قسم السكن او اسعار قسم السكن انخفضت خلال هذه السنه، يعني من شهر كانون اول 2015 الى كانون اول 2016 انخفضت بنسبه 3.5%. وهذا هو اللي انعكس على مؤشر التضخم وتسبب بانخفاض بنسبه 0.7. اما فيما يتعلق بالشهري فكان ارتفاع قصير جدا، يعني 0.2، وهذا اعتقد يعني انخفاض جدا طفيف، يعني حتى هو اقل من 0.5%. فهذه يعني فهذه الاقسام هي اللي تاثر بقضيه ارتفاع وانخفاض مؤشر التضخم قد ما يفتقر مؤشر السكن بالتحديد ومؤشر يعني المواد الغذائيه. هذا حقيقه يعطي صوره نستطيع ان نصفها بالايجابيه الى حد ما، يعني هناك حاله من الاستقرار في عمليه الاستهلاك لدى الفرد العراقي. طيب بسؤال اخير سيد عبد الزهر وباختصار لو سمعت، هل لديكم خطط معينه لحدوث اي مؤشر سلبي على الاقتصاد الوطني؟ في واقع الحال فيما يتعلق بالتضخم تقصد يعني الخطه أو اي خطه تقصد يعني عفوا بس للتوضيح؟ نعم بس توضيح السؤال لان ما فهمت السؤال. نعم انا اسال عن 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 هل تمتلك الوزاره خطط او اجراءات استباقيه لاي مؤشرات سلبيه ربما تؤثر على الاقتصاد الوطني؟ نعم بالتاكيد، يعني احنا المؤشرات اللي تاثر على الاقتصاد الوطني احنا نتعلمهم من البلد منذ عام 2014 دخل في ازمه خانقه، ازمه ماليه خانقه.
وكان التوقعات تشير سواء كانت الخبراء الاقتصاديين سواء كان العراقيين حتى الاجانب تشير الى انه العراق الحكومه في 2016 يعني في نفس الوقت 2016 قد يعني تمر بضائقه ربما تعلن اساسا لانه لا زال قادر على دفع رواتبه، ولكن بسبب الخطط والمعالجات اللي اتخذتها الحكومه من خلال وزاره التخطيط جعلتنا نتجاوز هذه الازمه، نتجاوز مرحله الخطر الاقتصادي. اليوم الوزاره وضعت خطه لمحاور، المحور الاول هو تطوير القطاع الخاص الاستراتيجيه من 2015 الى 2030، والمحور الثاني وضع خطه تنميه خمسيه من 2018 الى 2022، والمحور الثالث ايضا هو وضع استراتيجيه لتخفيف من الفقر للسنوات 2017 2021. كل هذه الاستراتيجيات وصلت حتى اخذت نظر الاعتبار الواقع العراقي الاقتصادي، والنتيجه وضعنا احتمالات ومعالجات كل الاحتمالات الوارده من حدوث ازمات اقتصاديه قد ترهق او تفقد الكاهل الاقتصادي العراقي. المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي، شكرا جزيلا لك. أكد البنك المركزي العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة لملتقى العراق المصرفي المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي المحلي وخفض العجز بالموازنة، مبينا أنه يركز على إيجاد قاعدة انطلاق واسعة للدفع الإلكتروني وتعزيز الرقابة الاحترازية لنظام الامتثال والحوكمة. اللجنة المنظمة ذكرت في بيان لها أن على أهمية سياسة التواصل بين المصارف العراقية واللبنانية والالتزام الصارم بتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي، داعية إلى سد منافذ الفساد وإيلاء الاهتمام الأكبر لسلامة التحويلات المالية ومحاربة غسل الأموال. إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق خلال الملتقى إن العراق تمكن من تجاوز تحديات كبيرة خلال العام الماضي من بينها الأزمة المالية والاقتصادية ومواجهة داعش، مبينا أن العراق مقبل على مرحلة جديدة تحمل بشائر الأمل والخير من خلال القضاء على الإرهاب وتحرير البلد من شروره. وينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي الدكتور محمود داغر. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا بك. إذن الاحتياط النقدي للعراق آمن لغاية 2021 وفق تصريحات إدارة البنك المركزي، ما مصدر هذه التطمينات التي اعتمدت عليها الإدارة؟ نعم يمكن أن أؤكد أن هذا الموضوع صحيح. نعم. وأن الاحتياطيات الدولية التي يمتلكها البنك المركزي العراقي آمنة، لا بل أنها في وضع أفضل مما قدرته المنظمات الدولية المعنية بالشأن المالي العراقي. ونحن نتوقع في حالة بقاء كثير من الأوضاع سيئة أن ندير العملية لغاية 21، لكن هنالك تغيرات متوقعة سيحدث تحسن ممكن ومحتمل قد يعطي زيادة إضافية إلى الاحتياطيات الموجودة حاليا. طيب، يعني إدارة البنك المركزي قالت أن العراق سيحصل على ما بين 15 إلى 18 مليار دولار من البنك الدولي والصندوق الدولي خلال السنوات المقبلة، برأيكم دكتور داغر مقابل ماذا سيكون هذا القرض؟ إذا سمحت، وليس البنك المركزي الذي سيحصل القرض، هو مخصص للموازنة العامة سواء كان على شكل مشاريع استثمارية تمول الجزء الاستثماري من الموازنات خلال السنوات القادمة أو تمويل عجز. هذا هو اللي تحصل عليه وزارة المالية، وبالتأكيد هذا الحصول يؤكد سلامة الموقف النقدي العراقي وقدرته الائتمانية وقدرة أجهزته على التواصل مع الجهات الدولية. طيب، لماذا لا يفعل البنك المركزي تعزيز الرقابة الاحترازية لنظام الامتثال والحوكمة؟ لا بالتأكيد احنا هذا سائرين به، لا بل نعتبر من المكانات او القطاعات والمواضع اللي هي افضل اقليميا من غيرها. احنا الان عززنا علاقتنا وانتقلنا بجهدنا الى موقع متقدم
في مجال غسيل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر والربط الإلكتروني مع كل المصارف والسيطرة بواسطة شبكة مع المصارف. طيب يعني تقدم في هذا الجانب. نعم، بالمقابل هناك من يقول أن هناك تأخير في الارتكاز على قاعدة انطلاق واسعة للدفع الإلكتروني، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح لماذا تعزوه؟ أنا يعني ممكن احنا تأخرنا عن العالم نسبيا بسبب الأوضاع، لكننا يعني في 3 سنوات والسنتين الأخيرة حققنا خطوات في مجال ربط المقسم الوطني، عملية استخدام الدفع المسبق، استخدام بطاقات الائتمان بشكل واسع. نحن مقبلين على توسع كبير في توطين الرواتب، ليس مقابل البطاقة الذكية فقط، وإنما مقابل البطاقات الدفع الدولية. نعم. عطينا أكثر من شركة لعملية التحويل بواسطة الموبايل والدفع المستحقات المختلفة. نعم. من تذاكر وطوائم إلى آخره. نعم، تأخرنا قليلا لكننا نخطو الآن خطوات سريعة بسبب تعرف أنت الظروف اللي يعيشها العراق. مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي الدكتور محمود داغر، شكرا جزيلا لك. أكد وزير النفط جبار العيبي أن العراق نفذ التزاماته لاتفاقية تخفيض الانتاج التي تم التوصل إليها بين كبار منتجي النفط في العالم، مؤكدا تقليص صادراته النفطية بمعدل 170 ألف برميل باليوم. وقال العيبي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للنفط في الإمارات إن العراق يأمل بتحقق تحسن في أسعار النفط، متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى 65 دولار. تصدير العراق خفضناه لحد هذا اليوم 170 ألف برميل باليوم، ونحن ماضون بالسرعة لتخفيض اديشنال يعني إضافية 40 ألف، فيكون قد وصلنا إلى المستوى اللي اتفقنا مع أوبي. أهم شيء استقرار السوق، استقرار السوق نطمع إلى سعر مناسب بهذا المستوى، يعني نطمع إلى أكثر من 60. جملة من التشريعات القانونية يحتاجها العراق من أجل إلزام القطاعي العام والخاص بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الموجودة داخل البلد في مجال الصناعة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. على الرغم من اعتماد الشركات النفطية الأجنبية لعملية فحص منتجها في المختبرات العراقية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، إلا أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تعي إمكانية هذه المختبرات التي بحسب القائمين عليها تمتلك خبرات هي الأفضل في الشرق الأوسط. ندعو كافة الوزارات وكافة الشركات وحتى القطاع الخاص اللجوء بالفحوصات إلى شركتنا، كون شركتنا معتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومن قبل وزارة التخطيط، وحاصلين على شهادة الجودة وحاصلين على اعتمادية المختبرات، والكوادر اللي موجودة متدربة في أرقى الشركات العالمية، وبالمناسبة الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل بالعراق كل فحوصاتها تجريها في شركتنا، عزفت عن الإمارات وعزفت عن جهات أخرى، وحاليا كل الفحوصات وحصلنا على أكثر من كتاب شكر وتقدير من هذه الشركات. هذه الشركة التي تحتوي على العديد من المصانع والمختبرات انفردت بصناعة المصاعد البانوراما والحديدية، فضلا عن الدورات التي توفرها لتأهيل العاطلين عن العمل وفي مجالات عدة. هذه الورشة خط إنتاج المصاعد، تنتج الكابينة مالت المصعد، وتنتج الشاصي، وتنتج الثقال والأبواب والبورد والبراكيتات والثقال. هذه الأجزاء هي اللي تكون حوالي 25% وممكن طاقة الإنتاجية لهذا الخط أنه يوصل إلى 60-70% من أجزاء المصاعد. ننتج نوعين من المصاعد، المصاعد البانوراما والمصاعد العادية ومختلف الساعات، يعني مصاعد الحمل ومصاعد الأشخاص، بالإضافة إلى مصاعد المستشفيات، ونفذنا عدد كبير من العقود. المركز قام بتدريب أعداد من المهندسين والعاطلين من العمل، وكذلك مجموعة من المهندسين التابعين إلى الحشد الشعبي، تدريبهم على اللحام وتدريبهم على الفحوصات
وبدون مقابل، يعني بحدود أكثر من 500 لحام أهناهم على المستويات البليت من 1 إلى 3 وللبايب من 3 إلى 6 جيم، بالإضافة إلى الفاحصين بحدود 150 فاحص تم تأهيلهم. قد يحتاج العراق جملة من التشريعات القانونية التي تلزم القطاعين العام والخاص بالاعتماد على الخبرات والكفاءات الموجودة داخل البلد، ليس فقط على مستوى الفحص المركزي، وإنما في العديد من الأمور لضمان زيادة وارداته وعدم تهريب العملة الصعبة. من بغداد، منير الجبوري، المدى. كشفت الحكومة المحلية في محافظة واسط عن تلقيها عرضا من شركة إيرانية لتنفيذ مشروع تدوير النفايات بالمحافظة، مؤكدة أن العرض الإيراني سيتم دراسته من قبل المختصين في حكومة واسط لغرض اتخاذ القرار بشأن ذلك. وقال النائب الأول للمحافظ عادل حمزة الزرقاني في حديث إلى المدى بريس أن الشركة تعهدت بأن يكون المشروع المنفذ مطابقا للمعايير البيئية والصحية وبمستوى عال من التقنيات التي تتيح فرز أنواع النفايات وتحويلها إلى مواد مفيدة في الكثير من المجالات. وأضاف الزرقاني أن الحكومة المحلية لديها الرغبة بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تحتاجها المحافظة بشكل ضروري وملح، مشيرا إلى أن هناك دراسة اقتصادية في هذا المجال سبق وأن تم إعدادها من قبل الدوائر المعنية في واسط ومنها البلدية لتحديد حجم ونوعية النفايات التي تطرح يوميا ومدى الاستفادة منها في حال تم إنشاء معمل لتدويرها. بعد التفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة الكرادة منذ أشهر مضت، أطلقت إحدى المنظمات الاجتماعية مبادرة لإعمار مبنى هادي سنتر التجاري وسط انتقادات للدور الحكومي بهذا الخصوص. مبادرة أطلقتها إحدى المنظمات الاجتماعية لإعمار مبنى هادي سنتر التجاري بعد التفجير الذي هز منطقة الكرادة منذ أكثر من 5 أشهر، حيث أكدت أن تكلفة إعماره تجاوزت 300 مليون دينار عراقي. البنايات بالنسبة لبناية مجمع الهادي سنتر إن شاء الله سيتم البدء بتأهيلها يوم السبت القادم بعد أن قام مشكور المجلس الاقتصادي العراقي في بناية المجلس البلدي لقاطع الكرادة بتوفير الأموال اللازمة من أجل تأهيل بناية الهادي سنتر. ننتظر الأخوة في غرفة تجارة بغداد لتأهيل مجمع الليث. الحقيقة المجلس الاقتصادي العراقي قام بمبادرة بعد تفجير الكرادة أنه تبنى مو بس مجمع الهادي، تعمير مجمع الهادي، بنى إلى العوائل المتضررة والشهداء أعطاء مبالغ. فقامت مجموعة من المشاركين والأعضاء في مجلس الاقتصادي بالتبرع ما يقارب فوق 3 مليار دينار، ومن ضمن التبرع أنه يقومون بإعمار مجمع هادي سنتر. ويروي أصحاب المحال التجارية في مجمع الليث المعوقات التي واجهتهم لإعادة ترميم محالهم بالآتي. مجمع الليث دي أخرون الكتاب مالتي دي يتأخر، شنو السبب مدى نعرف؟ لان قالوا على اساس اكو المفروض لجنه هي مال الفحص يكون مجمع بين مؤهل للترميم لو ما مؤهل للترميم. حسب ما افتهمنا اللي هي جامعه تكنولوجيا اللي هي قامت بالعمليه مال الفحص ادت موافقتها وبعثتها برساله ودزتها للامانه، الامانه تنتظر موافقه مجلس الوزراء. لحد الان مدى نعرف الكتاب، امانه بغداد ذبنا على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء ذبنا على امانه بغداد، مدى يحددون الجهه المسؤوله عن تعطينا موافقه بالترميم، لأن هي أصلاً الدولة أصلاً ما راح ترمم. عجز أو ربما فشل الحكومة بتعويض ذوي ضحايا مجمعي هادي سنتر والليث دفع برجال أعمال وتجار لمساعدتهم لترميم الأول في أقرب وقت ممكن، ليبقى مجمع الليث الذي لم تتضح بعد الجهة التي ستسهم في إعماره، الشاهد على أكبر فاجعة عصفت بأهالي الكرادة. إسراء خالد، قناة المدى، بغداد. إلى ختام هذه النشرة مع التذكير بالعناوين.
انشقاقات كبيرة بين صفوف داعش في الموصل والحشد الشعبي يستعد لانطلاق المرحلة السادسة من عمليات تحرير المحور الغربي. البرلمان يصوت على قانون مجلس القضاء والنيابية العشائرية تعلن مضيها بإقرار قانون القبائل. دولة القانون والأحرار يتبادلان الاتهامات في جلسة استجواب التميمي وانتقادات بعدم جدوى نقاط التفتيش في بغداد. البنك المركزي متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي في العراق ويرجح الحصول على 18 مليار دولار كقروض. انتهت هذه النشرة الإخبارية. للمزيد تابعونا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام وجوجل بلاس، كما يمكنكم المتابعة أيضا على الموقع الرسمي للمدى www.almadatv.com. إلى اللقاء.